برحمة للمؤمنين. طيب القرآن الكريم كله رحمة. بعد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما يزيد الظالمين إلا خسار شنو يعني؟ الظالم هو من يبتعد ويعتدي ويبتعد عن جادة الصواب. وبالفعل ذول الظالمين كانوا ما ينتفعون بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله كان لما يقرأ القرآن ما يشمعوا ذول، يقومون يلغون يجدون في الضوضاء حتى لا يسمعون القرآن. شنو؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي نزلت بالوليد ابن المغيرة، كان إذا قرأ سمع قراءة القرآن يعرض يدير وجهه، وما كن نعمة أعظم من نعمة القرآن، فهذا كان يبتعد عن قراءة القرآن. القرآن ربيع القلوب، القرآن شفاء الصدور بمضمونه وبشروحه. ولذلك المؤرخين يقولون الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها صار عندها صدمة كبيرة، يعني كانت من بعد وفاة أبيها بعد ما أصبحت تلتذ بمجتمع أو تقعد، غلب عليها الدمع والحزن والأسى أيامها ولياليها بين قبر أبيها. موش يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فهي لما تمر ببيت النبي وتشوف خالي من أبيها ملك عليها سمعها وبصرها. بيش كان يسليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يسليها بالقرآن، قراءة القرآن وبالشروح، لأن كانت إذا نزلت آية من كتاب الله الإمام أمير المؤمنين يسأل النبي عن معناها، يشرح له معناها ويكتب الشرح، يكتب في ذيل الآية. هو هذا قرآن فاطمة اللي يقول به الإمام سلام الله عليه ما فيه من كتابكم آية، يعني المقصود به شروح القرآن، تفسير القرآن. هذا كان مصحف فاطمة. اللي الآن يهرجون علينا أنه دولة عندهم قرآن غير وضمي، لما يطلع صاحب الزمان يلا يطلعه، هل المهرجين المرتزقة؟ هو ترى المقصود هو هذا، يعني الشرح الروايات اللي كان الإمام علي عليه السلام يأمره النبي بأن يضع شرح الآية في ذيلها، فكان يأخذ الشروح يكتبها ويعبر عن شرح القرآن بأنه قرآن أيضا. هذا تعبير مألوف معروف عند كل المؤلفين. زين، فكان الإمام علي عليه السلام يسلي الزهراء، يمتص همومها، يفرج كربها بقراءة القرآن. لكن كانت إذا اشتدت شوي عليها أحيانا الذكرى، إذا اشتدت عليها تأخذ بيد الحسن والحسين وتجلوين إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر